السلام عليكم ورحمة الله، كل شيء بخير لاباس عليكم، كي دايره الصحة؟ السما جي 22 دقيقة ديال الليل، يلاه خرجت من الخدمة، غادي بحال الدار، بغيت هنا نوريكم البرودة اللي كاينة. لا بلاتي، هادي راه فارانايت، أنا نوريكم بالسيلسيوس. هادشي يبان لكم هنايا، نبدلوها للسيلسيوس، شوف شحال كاين، ناقص 19. وبتولي بتهبط حتى ناقص 21 هانتوما في الصباح، عاد تبان لكم ولا لا؟ هانتوما راه الاثنين اللي جاي والثلاث اثنين بتهبط ناقص 22 ناقص 23، ما عرفتش يبان لكم ولا لا. المهم سميق ليا المعلق وتخوات ليا القهوه هنا، راني جاي نمشي ندخل دغيا نجيب اسميتو عليه، كنيتو عليه، نجيبو هذوك النابكين، نجيبو النابكين باش ونحط هادشي دغيا. راني جاي نلبس هاد اللي قالت هادو خفيفين على قبل الفولون، باش ما الفولون دابا راه تتقيسو شي بحال اخا تيجيك في الفريغو. انا جاي هادو راه خفيفين واخا حتى هما جمدو معاه، خليتهم هنايا، انا جاي انا جاي خليك معايا انا جاي. هادشي كاع نقلبو الكاميرا حيت غادي نزيدو ديك الساعة. يلاه راني جاي. سمقمق هذا هو البرد المجهد، هذا البرد المجهد. ذاك العام اللي قبل ما نجي للميريكان هنا كان ترطب، تصور درجة الحرارة ناقص 30، عرفتي راه سدوا المطارات سدوا كلشي كثرت البرد. الخوادري الخوادري صيفط عليه هو كتب لي لطيف 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 عيشت. يلا بسم الله توكلنا على الله، سخنا في الطوموبيل واحد شويه، واحد البلان ديال نقص حتى هو الجيب. المهم عرفتي علاش درت هذا الفيديو؟ كان واحد الدري سولني جوج اسئله وجاوبته، وفي نفس الوقت قلت بلاتي نجاوب ندير كاع انا فيديو حيت الفيديو حسن كاع من الكتبه. سولني قال لي واش في الميريكان تقدر دير الفلوس؟ قلت له عاودتي راه الميريكان حسن واحد 95% من الدول الاوروبيه، هنا راه كاينه الخدمه موجوده الخدمه. ولكن عاودتاني قلت له في نفس الوقت داك السؤال اللي طرحتي، واش بغيتي تمعني انك تولي خانز فلوس هنايا؟ صعيبه شويه لانه ما دزتيش هنا وما كبرتيش هنا فهمتي، ولا جيتي صغير هنا تقدر، علاش؟ لانه تجي وتقدر تقرا ودير شي حاجه، دير شي خدمه اللي فيها الصرف، شي خدمه مزيانه. ولكن خصك تعرف واحد القضيه اخرى، انه راه الاغلبيه ديال الامريكان راه واحد 90% هو بالضبط، ما عارفش بالضبط النسبه، ولكن انا تنقول واحد 90% ديال الامريكانيين ما اخر نيفو ديال القرايه عندهم هو الهاي سكول. الاغلبيه راه القليل اللي كيدخل لونيفرسيتي، ونقول لكم علاش، لانه لونيفرسيتي هنايا غالي لواحد الدرجه ما يمكنش تصور. راه تتلقاه تيقول لك انا مثلا غندير نورسين هنايا، ندير نولي ممرض ولا ممرضه، غادي يخصو واحد 60 مليون ولا 70 مليون لهذيك المدرسه باش يقرا هذا الشيء. شي اثمنه راه خياليين، راه كانت 700 مليون عاد خليني من الطبال تلقى شي 300 مليون هذا يقول ما عاد فهمتي. علاش تسمع دوك الكويري دوك اللي تيلعبوا الفوتبول الامريكي، علاش ديما تيقلبوا على ديك المنحه الدراسيه؟ حيت ملي تيكون كويري ولا شي حاجه كتدخلوا المدرسه عندها فابور، تتمنح ليه هذيك السنوات اللي غيقرا فابور، وتيبقى هو تيلعب معاه هذيك الساعه
في الكره حتى تيولي تيدير الكارير ديالو. تيقول لك انا دابا مثلا غندير 60 مليون غندير 60 مليون كريدي باش واحد النهار غنخدم تقريبا ب 28 دولار للساعه مثلا و 30 دولار كاع للساعه، ولكن في نفس الوقت فاش غادي تخرج بدا تيخلص هذاك الكريدي، لانه هما تيخليوك تعاد تخرج عاد بدا تخلصو هذاك الكريدي ديال المدرسه، يعني عاد زيد عليه هو بغى يشري دار ولا شي حاجه ديك الساعه، يعني تيقول لك هو علاش انا نحماق معاه هادشي، بغيت ندفع لونيفرسيتي باش يولي عليا واحد الكريدي خيالي باش كاع ملي كاع نتخرج نولي خدام على داك الكريدي. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا اللي الدري قال لك واش دير الفلوس ولا، قلت ليه انا كاينين جوج طرقان. الطريق الاول هو ان تجي غاتخدم غاتخلص مزيان، ولكن ماشي غتخلص شي حاجه خياليه اللي تولي خانز بها فلوس، ولكن غادي تشري الطوموبيل ودير دارك يعني تعيش مخير حسن من المغرب وحسن من بزاف ديال الدول اوروبا، يعني غتخدم عادي ولكن خدام مخلص الديون اللي عليك، مخلص دوك لي بيلز اللي تيقول عليهم هنايا لي بيلز غتخلصهم، ولكن بيتبقى ديما غادي تعادل. ولكن عاوتاني عندك طريق اخر هو انه هنايا في الميريكان يمكن لك تخدم جوج ثلاثه الخدمات انت، علاش قديت خدم 12 ما يقولوش لك لا، خدم اسيدي حتى 100 خدمه، ولكن شوف كي تجي لهم في الوقت لانه ما يمكنش، يعني لو نقولوا مثلا خدام جوج خدامي الناس هنا الميريكان خدامين معايا انا، الناس خدامين جوج خدامي ثلاثه خدام، وتي مخلص مزيان مخلص مزيان وكيضرب السوايع وكيزيد السوايع وتيخرج وتيقول لك غادي للخدمه الاخرى، يعني شوف انت هذا شحال تيجمع تاع الصرف في الشهر. وعاوتاني كي قلت لهذاك الدري انه مثلا جيتي انت هنايا راه ماشي بحال الامريكانيين، مثلا الامريكان كي قلت لك راه تتكون المراه خدامه والراجل خدام وتدخل هي زباله الفلوس وهو كيدخل زباله الفلوس، ورغم ذلك التيفو اللي كيديروا هنايا هو انه مثلا ها هما خدامين تيدخلوا الفلوس ولكن تيعيشوا فوق من طاقتهم، يعني تيمشي راه ردوا البال، ما كتردوش انتم البال الفلام وداك الشيء، ردوا البال الفلام اش تيقولوا القصص ملي تيديروا قصه، هذيك قصه مثلا استوار ديال المراه وراجلها وسميتو المشاكل ولا شي تخربع، ردوا لهم البال اش تيقولوا، راه اول حاجه كيجبدوا هو المورغيج، انت ملي تتفرج في فيلم تتبان لك ديك الدار زوينه فين ساكن وداك الدريري تيلعب في واحد البيت عامر ودوك الالعاب والدار تستا وهذا وداك الشيء، ولكن راه خصك تعرف انهم تيخلصوا المورغيج، وهذاك المورغيج الا ما خلصتيش تتوصلك البرا الاولى البرا الثانيه هزك الما مشات لك الدار مشى لك كلشي ضربوا لك كلشي في الزيرو وخسر لك الكريدي الكريديت سكور ماشي الكريدي خسر لك الكريديت سكور، يعني حتى شي بنك اخرى ما غادي تفاهم معاك باقي، يعني هزوا الما هذاك بيولي خارج بيولي مرميه في السنق الكرا وحالي واش يبغيو يكريو ليه الناس، داكشي علاش كيتكرفصوا شويه يعني مثلا تيمشي فوق طاقته واحد الوقيته ما باقيش يخلص هذوك لي بيرز وداكشي وتيولي بيهايند وداك التخربيق تيخسر ليه كريديت سكور، ملي تيتحيد ليه داكشي تيبغي يولي يقلب غير فينيس كول ما تيلقاش فينيس كول، علاش؟ لانه ملي تبغي تمشي تكري تيقول لك رانا الكريديت سكور تلقاو الكريديت سكور مضروب ليك، علاش؟ لانه خسرتي هذاك الكريدي اللي شتيتي ما قدرتيش تخلصو، مشى لك الكريديت سكور مشى لك كلشي مشات لك، وليتي باغي تكري وما تلقاش كيدي ما كاينش اللي بغي يكري تيقول لك لا عندك انت المشاكل تدي المشاكل ما تخلصش، حتى تيولي مسكين من دار كيديرها حتى تيولي هومليس حتى تيولي في السنخه مرمي حتى تيولي صعيب شويه الحال. السؤال اللي سولني عاوتاني قال لي واش 8000 درهم صالير في المغرب واش حسن من الامريكان ولا تقدر تصور اكثر منها؟ تتصور اكثر منها تتصور اكثر منها، وكل الجواب اللي قلت ليه انا هو تتصور اكثر منها هنايا، ولكن عاوتاني هنا راه لا كلشي غالي كلشي غالي، يعني كتصور اكثر منها ولكن تتخسر اكثر من داكشي اللي غتخسر في المغرب الا كنتي كتصور ب 8000 درهم. 8000 درهم في المغرب صالير مزيان صالير مخير وداك اللي شارج عليك قلال، يعني نقولوا كاع كاري شحال بغيتي تكري ب 60000 ريال 70000 ريال راه كاري شي حاجه مطرفقه ب 70000 ريال، فهمتي؟ عاد دير الطوموبيل عاد دير سميتو ما غاديش تحرك ديك 8000 درهم، هو راه الا ما مشيتيش كتجهدك راه 8000 درهم ما تقدكش 9000 درهم ما تقدكش 10000 درهم ما تقدكش، راه اللي زدت عطا نعقلو حنايا كنا خدامين ب 60000 ريال عايشين بها، نهار تزادنا واحد البركه
ولات ديك 60000 ريال ما بقاتش هي اللي معيشاني وليت ولات خصناتني ديك 60000 ريال زد عليها ديك البركه ويلا دابا خرج تعادل فتنا ديك البركه طلعنا ل 5000 درهم طلعنا ل 5000 درهم في الشهر ولينا ما بقاتش هي 60000 ريال اللي ولات معيشاني 5000 درهم وما قادانيش يعني راه الا بقيتي انت وقت ما تزاد لك الصالير تزيد في حوايج اخرين وتشري في حوايج اخرين ما عمر درتي على ما غاديش تقدك واخا عطوك 10000 درهم ما غاديش ولكن عاوتاني حاجه اخرى هو انه الامريكان ماشي هي المغرب الامريكان راه عندك فرص اخرين تقدر دير كي قلت لكم تخدم اكثر من خدمه وزيد عليها انه هنا اخويا كاين القانون هنا جاستيس هنا القانون ديالهم قانون ما يظلمك حتى حد وبغيتي شي ورقه تمشي ما تجيب كاع الاوراق فين كاع تسول في الاوراق ولا ما كاين لا ورقه لا والو خدام مع راسك بخير وعلى خير درتي غير البيرمي راه كيصيفطوا لك طاب الدار ما تمشي ليه كاع ما يقول لك سير واحد الشهرين واجي طبعوا عاود سير واحد الشهر واجي طبعوا على ما يخرج لك ونهار يخرج لك تلقى فيه واحد الالف مزيوده تيقول لك راه تعطيك عاوتاني ديك الكارطه سير عاوتاني واحد الشهرين رجع 60 يوم طبعوا ما راه مازال ما خرج داكشي ما كاينش شريتي طوموبيل هنا شريتي طوموبيل تيدوز داكشي من عند الكونسيسيونير للتي ام في السيرفيس ديمي تيصيفطوا لك للدار بلاكه ديال الطوموبيل وفي نهار هاكا تخرج الطوموبيل ما تتسنى لا سير حتى الغدا ورجع ليها نكتو الدوسي ونسيت تفعل على داك تخربيق كله ما كاينش يعني كاين هنا تسهيلات بزاف عاد انه انا نعطيكم جواب انا نخدم 8000 درهم في المغرب وتجيني الفرصه في امريكا ما نبغيش ما نفكرش 8000 درهم مزيانه ولكن ما نفكرش غادي نجي لهنا لانه غادي طيح يتاحوا لك فرص اخرين وسيرتو الا جيتي صغير الا جيتي صغير راه في راسي الاجانب تيكون عندهم تسهيلات هنايا في هذاك الشيء ديال القرايه ماشي بحال شوف انت راه حتى الامريكانيين ما تيفهموها كاع تيقول لك علاش الاجانب تيديروا معاهم تسهيلات في اليونيفرسيتي وحنايا اللي ولاد البلاد وداك الشيء تيهبطوا عندنا باسمين تيهبطوا عندنا بسبب الفلوس ونزيدكم واحد القضيه اخرى انه دابا واحد التيكور طرد ليه البال مثلا الا كنتي غادي في الطياره ولا شي حاجه راجع فحال كل البلاد والحماقه صاحبي والطياره منين غادي تطش على البوليس فين قنز منين تتم غادي للطا منين زعما منين تتركب في الطياره وانت غادي تسمع غير البكا ديال الدراري الصغار وا 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 تصور 8 السوايع ديال الطياره وتسمع غير وا وا علاش التفو اللي كيديروا الاجانب كلهم اش كيديروا كيجي لهاد البلاد باش يورك على البلاد زعما عند راسو عند قبو هو انه خص ولا ديك المرات ولد باش يولي صافي راه ولا عندي وليد بهاد البلاد راه عنده الجنسيه راه ما عمرهم يجريو عليا ولا ما غاديش يجريو عليك واخا تكون عندك الجرين كارد ما عمرهم يجريو عليك شتي لا ما اما تجي لا مشاكل ما يجريوش عليك ولكن راه خص تعرف واحد القضيه انه راه فاش تجي الولاد راه الولاد في هاد البلاد غاليين تصوروا غنقول لك انا مثلا عندك جوج وليدات وخدام انت والمراه خدام اسيدي انت والمراه عندك جوج وليدات ودوك جوج وليدات صغيورين بين تيكونوا صغار كتخلص عليهم 300 400 دولار للسيمانه في الديكير لانه خدام انت وخدامه المراه عندك الا كنتي خدام بوحدك كنتي بوحدك عزري تتحشروا مع الدراري الاجانب اخرين ولا شي حاجه وشي تيخلصي مع سميتو وانتم تخرجوا مهني ولكن ملي تتكون معاك المراه وداك الشيء مايمكنش تكون مع عباد الله يعني كتسكن يعني كتضر انه تشري ماشي تشري زعما تكري في واحد البلاصه انت والمراه ديالك وليدات داك الكرا راه خصك تخلصو بوحدك وهاديك ديك تخلصها بوحدك خصك تخلص واحد 1000 دولار بوحدك ديك 1000 دولار اش انا قلت تقريبا راه تيلعب الكرا ما بين 800 حتى 4000 5000 على حساب وكل ولايه عاوتاني والثمن ديالها سيروا شوفوا الفيديو فاش نهضر على الولايه فين كاين انا ويسكونسن راه فسرت فيها هادشي شي شويه يعني كي قلت لكم تكون تا المراه ديالك خدامه وداكشي راه تتخلص عليها كل واحد 300 ولا 400 دولار في السيمانه يعني وحسبها انت كل واحد نقولوا 300 في 4 1200 دولار للواحد مليون قول لي مليون اللي بتخلص على الواحد في الشهر باش يقابلوه لك ملي تكون تا خدام
هادشي فاش يكون صغير ملي تيكبر تتولي مثلا تتولي داك الافتر سكول. الافتر سكول لا الافتر سكول هي مثلا ملي تيخرج مثلا مع ثلاثة من المدرسة انت باقي خدام، يعني ميمكنش تخرج من الخدمة وتم جاي تجري باش تهزو تديه للدار، وميمكنلكش تخليه في الدار بوحدو الا كان صغير. يعني خصك اما تلاشي لخدمتك باش تبقى مقابلو هو، واما خصك دير خصك تحطو عندهم في الافتر سكول. هذاك الافتر سكول حتى هو 200 دولار في السيمانة، هو 200 دولار في السيمانة عندك جوج، هو جوج هي 400 دولار في السيمانة، هو 400 ضربها في 4 1600 دولار فيهم بجوج الا كانوا كبار، هو 1600 زيد عليها 1000 تقريبا دولار، ها 2600 دولار زيد عليها، زيد عليها فين التليفون فين الانترنت فين ليسانس فين 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 الماكله، راه الماكله هي اللي ماكله تخسر فيها تقريبا واحد 150 دولار 200 دولار للسيمانه. يعني علاش قلت لكم هذه الهضره؟ هنا الامريكان كانوا تيتصحابني انا، كانت تتصحابني انا واش تيبغوا كنا تنقولوا حنا ديك الساعه، انا ديك الساعه مازال ما كنتش هنا، تنقول انه راه تيبغيو ولادك اكثر ما تيبغيوك انت، علاش تيبغيو زعما يطلعوا امريكانيين؟ ولا صاحبي ولا حيت راه تيولي مصروف اخر، تيولي الديكير، تيولي طاكس، تيولي تخربيق، تيولي فهمتي، يعني الدولار عندها النفع انت هي بصل ماشي شغلها هي، حيت راه بحال هنا بحال امريكانا ماشي بحال كندا، هنا راه كتخلص كندا، هنا راه المدرسه كتخلصها الى بيتي المدارس مزيانين كتخلصهم بحال المغرب بريفي. بعدا في هذه الولايه فين كاين انا ولايات اخرين اخو الله اعلم ما نعممش كندا لا عندهم التعليم فابور وتشري الادوات والتشارج، اي راه حتى هنا فيه التشارج، يعني ديك الفكره انه بنادم تيجي و تيبزل هنا راه غادي تكرفصوا على ريوسهم، ما فين غادي تجمع فين غادي دير. المهم خلاصة القول، الميريكان مخيرة، دير فيها الفلوس إيه دير فيها الفلوس، إلا عرفتي كدير ليها وزيرتي راسك، وكنتي مصرات وكنتي قوالبي وكنتي عارفة أش تدير، ماشي هي تجي وتبدا تخرب، وباش دير الفلوس مجهدة دقة واحدة، يا إما تربح اللوطري، يا إما تربح هنايا القمر ديالهم، تيربحوا فيه هنايا السباب الفلوس الملايين ديال الدولار، الله يحفظنا من هذاك التخربيق. واما دير شي بروجي خيال علمي ويدخل لك صرف تولي مليونير هنايا، واما راه غادي تبقى مقاتل مع الزمان حتى انت، راه حتى هنايا في هذه القضيه هذه، راه الناس راه الله يكون في العون، حتى هنا في الميريكا الناس تخدم خدمه جوج باش يلاه يبقاو غاديين، باش يلاه يبقاو الناس غاديين مزيان. تهلاو في ريوسكم، تصبحوا على خير، السلام عليكم، نراكم عما قريب. ولا كانت الفيديو شويه مظلمه سمحوا لي، راه ما ريقلتش الجو برو لانه مع خرجت راكم شدوا داك البرد وشديت الطواله راه تقهرت بالبرد. بتطلع لي حتى نوصل للدار نخشي رجليا في الماء السخون والنيس ونرقد طواله 20. السلام عليكم ورحمه الله. يب انتم شوفوا شحال شوفوا البرد سمقمق، إنه سمقمق، ها انتو شتو شحال، باقي بطلب التل ناقص 21 مع 7 الصباح، سمقمق، الله السلام عليكم، تهلاو في رزقكم، أنا الله وصلت وعدكم. نمشيو في حالتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.